ثلاث مؤسسات صحية أبصرت النور في نينوى بعد انتظار طال أمده ومعاناة مستمرة منذ 6 سنوات، مصرف الدم الرئيسي وقسم لقسطرة القلب وشعبة الطب العدلي التي أعيدت إلى مواقعها من جديد بعدما كانت متنقلة في مواقع بديلة. افتتاح مثل هكذا مؤسسات يضيف الكثير للواقع الصحي. اليوم لدينا افتتاح مصرف الدم الرئيسي الذي تم إنجازه من قبل UNDP، وأيضا لدينا فتح قسم الطب العدلي، وأيضا لدينا فتح القصر المحيم بالطية. كل هذه المؤسسات هي في خدمة المواطن الموصلي وتقديم أفضل الخدمات لهم. لكن إعمار المستشفيات والمؤسسات الصحية المدمرة في الموصل يشهد تلكؤا كبيرا، فالدمار ما يزال مخيما على أكبر المؤسسات وأهمها، أما الخدمات الصحية فلم ترقى إلى مستوى طموح المواطن. نحن بلد ابن النفيس وبلد الرازي، ولحد هاي اللحظة واحنا في سنة 2023 ومستشفيات كرفانية ومستشفياتنا الحكومية تفتقر لأدنى متطلبات الراحة للمريض والعلاجات والفحوصات المطلوبة. ويعول الموصليون على موازنة العام الحالي والعامين المقبلين لانتشال الواقع الصحي في نينوى مما هو فيه بعد فشل 6 موازنات متتالية في إعمار ما دمرته الحرب وتوفير بيئة صحية تليق بأكثر من 4 ملايين مواطن في أكبر مدينة بعد العاصمة. الواقع الصحي مدينة الموصل حاليا بدأ يستعيد عافيته تدريجا، خاصة مع افتتاح يعني المراكز الصحية مثل مصرف الدم، الطب العدلي، لكن هو الثقل الأكبر إعادة مستشفى بن سينا أو المستشفى العام، هذا هو الأهم، إضافة إلى أن المستشفيات بحاجة إلى علاجات. وتسجل الموصل بين حين وآخر وفيات بأخطاء طبية، يرى مراقبون أن سببها عدم توافر مستشفيات ومراكز علاجية ملائمة واعتماد القطاع الصحي على حلول مؤقتة ومواقع بديلة لا تتناسب مع حاجة المدينة. من الموصل محمد سالم، UTV.